السلام عليكم، مرحبا بكم في تجربة اللعبة، لعبة الأبطال الخارقين وسوبرمان و سبايدر مان إلى غير ذلك. نكتب هنا اسم اللعبة دي سي يونيفرس أونلاين وندخل الموقع من هنا. إذا هنا ندخل الموقع، نضغط على كريت أنا كونت هنا ونملأ هذه البيانات. إذا ملأ البيانات كما يلي، هنا ضع اسم الحساب، هنا تضع كلمة السر. كلمة السر تكون إما أرقام أو حروف، إذا كانت حروف يكون فيها على الأقل حرف واحد كبير، مثلا الحرف الأول كبير وتبقى حروف عادية. ثم هنا تضع البريد الإلكتروني الخاص بك، بلدك، ثم هنا تاريخ الميلاد، هنا الشهر، اليوم، السنة، نضع علامات هنا ونضغط على بلاي فري. أضغط هنا نضغط بلاي فري. نعم، يجب على كلمة السر أن تظهر هكذا، يعني يجب على كلمة السر أن يكون فيها حروف وأرقام، ويكون في الحروف حرف واحد كبير كي تقبل كلمة السر. ثم تضغط على Apply Free وننتظر قليلا. ستظهر تحميل البرنامج مباشرة هنا، تضغط كيبي ظهرت لك هذه الرسالة. إذا هنا يتم يعني تحميل برنامج اللعبة. سنترك البرنامج يتم التحميل ونذهب لتفعيل الحساب. إذا ندخل الجيميل الخاص بنا، نكتب هنا gmail.com، نضغط OK. ثم يعطيك هذا المكان، تضغط على الجيميل الخاص بك الذي سجلته في الموقع وتضغط سويفو. كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني الخاص بك وتضغط سويفو. حاضر، يتم الدخول على البريد الإلكتروني الخاص بنا. سنجد الرسالة على هذا الشكل، أضغط عليها لفتح الرسالة. إذا ستجدها بهذا الشكل. إذا نضغط على هنا Verify، يعني تفعيل البريد الإلكتروني، نضغط عليها ننتظر هذه الصفحة. مباشرة يعطيك هذه الصفحة. إذا الآن يمكنك طرحها تسجيل أو تسجيل المعلومات التي، إذا الآن هنا نسجل المعلومات التي سجلناها في الموقع. إذا اسم الحساب ثم كلمة السر التي سجلناها سابقا في الموقع، وهذا العلامة هنا حتى تظهر بهذا الشكل، ونضغط لوجين وننتظر. إذا نؤكد عندما تظهر هذه باللون الأخضر، هذا يعني بأنه تم تفعيل الحساب الآن. يعطيك هذه الرسالة يقول لك تم التفعيل. نعود الآن إلى تثبيت البرنامج. يمكنك أن تضغط على دوبل كليك هنا مباشرة لتقوم بتثبيته، أو نضغط هنا، أو نضغط هنا على شو أول، وأضغط هنا شو إن فولدر لرؤية مكان الملف. إذا سيظهر بهذا الشكل، نضغط على دوبل كليك لتثبيت البرنامج. نعم، تثبيت الآن. أضغط على Next، أضغط Install. إذا ننتظر قليلا وتظهر هذه الخانة. سوف يظهر هذا البرنامج، أضغط على Accept ثم Next ثم هكذا. تظهر هذه الرسالة، أضغط OK Finish وتنتظر قليلا. أنا أستمر في الانتظار. هذا البرنامج تلقائيا، يتم الدخول الآن. إذا يقول لي الإنترنت، إذا سوف أقوم بإغلاق البرنامج وفتحه من جديد. هيا بنا، سنجده على سطح المكتب على هذا الشكل. نضغط دوبل كليك. إذا الآن يعطينا هنا نملأ الفراغ بنفس المعلومات اللي سجلناها في الموقع. أضع العلامة هنا وأضغط لوجين، وذلك تضغط اكسبت هنا. يمكنك طبعا اختيار اللغة من هنا، هناك الفرنسية. إذا ننتظر الآن يقوم بإعداد الملفات للتثبيت. ننتظر قليلا، الآن يقوم بإعداد الملفات اللي يعني ليقوم بتحميل اللعبة.
كما نرى هنا في حجمها 30,000، يعني 30 جيجا، 30,000 ميجا، يعني 30 جيجا بايت. انتظر. إذا لا تنسى عندما تفتح البرنامج تضغط على هنا على USA، سوف تجد USA servers، سوف تضغط عليه بهذا الشكل ثم تأتي إلى هنا select game version، ثم تأتي إلى هنا تضغط على EU servers كي تلعب في المنطقة الأوروبية، المكان الذي يكون فيه أكثر عدد من اللاعبين، ثم تضغط apply فقط وتنتظر عندها تحميل اللعبة. نهاية التحميل. ونفتح البرنامج هكذا. عندما تدخل أول مرة سوف تلاحظ بأن يعني اللعبة لن تعمل معك إلا بالقيام بهذه الخطوة. نقوم أولا بإغلاق البرنامج، ثم نتجه إلى البرنامج على سطح المكتب هنا ونفتح مكان ملف اللعبة Open File Location، نتجه هنا ملف اللعبة ونضغط على Launchpad User، نقوم بحذف هذا الملف Launchpad User، نقوم بحذفه نهائيا، من ذلك نغلق ونفتح البرنامج مرة أخرى. ذلك سوف يقوم بتحميل تقريبا 100 ميجا بايت. إذا قبل الدخول هنا لا ننسى كذلك الضغط هنا على السيرفرز، ضغط هنا EU servers، وأيضا هنا game configuration، ضغط هنا نضع هذه الخيارات على لو حتى نتمتع بأفضل أداء للعبة، ثم نضع علامة هنا فول سكرين إذا كنا نريد أن نلعبها على الشاشة الكاملة، ثم نضغط على سيف وهكذا. بعد ذلك نضغط على بلاي للدخول مباشرة وننتظر الدخول. إذا يتم الدخول الآن إلى اللعبة أصدقائي، هذه هي البداية والمرة هذه اللعبة كيف تكون. إذا كما ترون هذه شخصيتي باللعبة، كما ترون انظر إلى هذا البطل، يا هذا حرف إغريغ هو الحرف الأول من اسم شخصيتي باللعبة، ياسر ليجند هذا هو الاسم. إذن هذا هو البطل الذي قمنا بإنشائه سابقا. الآن سوف نقوم بإنشاء شخصية جديدة لكن أريكم طريقة إنشاء. إذا نضغط على create character. My greatest triumph was at hand. The final campaign in my long war against Superman. While his powers were drained from constant battle, sending him into space to recharge from the Earth's yellow sun, I struck. But my obsession had blinded me to the real threat, to Earth's true enemy. Cyborg, concentrate fire on Luthor while I call down some artillery. Deathstroke, time for you to join the party. Lots of murdering to do! Something? Greetings, sister. Thank you.
Nobody kills the Bat but me! Call him! Bring him to me! To live! Diana. Beaten by a mere man. No. You've lost everything. No. I beat you! That's Luthor! Brainiac had returned. For years, he'd been stealing the powers of Earth's protectors, but we were too busy fighting amongst ourselves to see the danger. With you three dead, Brainiac quickly eliminated the remaining heroes. The lucky ones died fighting. Finally, I alone survived. A rat in the walls of the Brainiac construct. I have traveled through time to warn you. This is my past, but your future. And it means the end of humanity, so together, we must change it! What have you done, Luthor? Given you a fighting chance. He's lying. It's some kind of trap. Why should we trust you? Because if you don't, Earth is doomed. I've stolen Brainiac's exobytes and released them into Earth's atmosphere. They hold the power stolen from the heroes and villains of my time, and will bestow them on anyone they contact. The exobytes will create a new breed of superhuman to fight Brainiac's invasion. You must teach them to use their new abilities, for they must be on the front line in the coming battle, or my grim future will become your own. I only hope I am not too late, for I will not be here to see this new future. My work is not yet done. I must leave this Earth to you. Claim the exobytes and take destiny into your own hands. Targets identified. Select gender and body type. إذن ولنقوم الآن بهذه شخصيتنا. لدينا هنا الأنثى بطبيعة الحال، ثم لدينا الذكر. إذن نقوم تجربة الأنثى مثلا. هنا تظهر الحجم. Select a hero or villain morality. هل تريد أن تكون فيليان يعني مجرم أو بطل؟ Select a personality to determine social behavior. Personality serious, يعني جدي, flirty, يعني رومانسي, قوي, powerful, conniso. تختار هنا الشخصية. جدي مثلا. Select a mentor as a guardian for data application. Thank you.
exabyte data to determine combat mode. اختار له القوة التي تريد ان يتخصص فيها. اذا فقط هذا العدد ما تبقى من هذه القوات تحتاج الى شراء. اذا فقط من هنا دوج فما فوق. كيف تريد ان تكون قوة الحركة؟ هل تريد فلايت يعني الطيران، او هنا السرعة في الجري، الجري العادي هو السرعة في الجري، سرعة الجري مثل فلاش. ثم هذا يحتاج الى مرة اخرى بواسطة لمن Select weapon specialties from available data. دون استعمال أسلحة أو بدون أسلحة. تريده بدون أسلحة مثلا. Display exabyte download summary. Appearance options not available. Modify any category as desired. Accept download when ready. Display exabyte download summary. Appearance options now available. Modify any category as desired. Accept download when ready. Then a skin. تختار اللون. ثم تختار هنا الشعر. بص العوسة. ثم تختار هنا لون الشعر الذي تريد أو تريدين. هذه من الأنواع. انظر هذا النوع. اوه تنتن في مسلسل ناروتو. اترك مثلا هذا. ثم من هنا نعود للوراء. ثم نضغط على كوستيم. ثم نضغط الرأس. هنا لتضع القناع لي. تختار القناع المناسب لبطلك. انتظر. هذه هي الأقنعة. فيه الكثير من أنواع الأقنعة. كي تضعه لبطلك أو لبطلتك الخارقة. مثلا هذا. هنا يمكنك إذا قمت يعني بوضع أحد هذه الخيارات فسيتم إلغاء الخيار الآخر. يعني سأعود وأختار. أو لا مشكلة، هذا لا يؤثر أبدا على الخيار الآخر. يعني ممكن مثلا نضع مثلا لا تؤثر على القناع. ثم إمبليم. ثم هنا الحرف التي تريد أن يظهر على لباسك أو على لباسك. تختار هما يعني المكان الذي تظهر فيه الحروف، أو إذا كنت تريد أن تضع فيه علامة عوض الحرف مثلا كوين الملكة أو ذلك. سأختار مثلا هنا ما على تشيست. ثم هنا تختار أشكال اللباس الشكل. تعديل الألوان أيضا يكون فيما بعد. إذا تختار الشكل البطلتك هنا. ثم الهانس. هنا قفازات.
وعن القفازات. ثم هنا لدينا الحزام، نوع الحزام. legs. هنا الجزء السفلي. فيه الكثير من الخيارات. ثم تضغط هنا خيط. هنا الأحذية، أنواع الأحذية. فكمطر يمكنك أن ترتدي كبطل، وأيضا يمكنك أن ترتدي كشخص عادي. نضغط على باك، وذلك نضغط على كولور وكوستيم باليت. إذا هنا نضغط على اللون الذي نريد أن نعدل عليه، مثلا اللون الأزرق كنعدل عليه نقوم بتحريك هذه. يتم التعديل الآن على الألوان. نقوم مثلا بهذا اللون الذي يعجب الفتيات، وأيضا اللون الأحمر هنا. يمكننا نقوم بتغيير اللباس كما نشاء. نضغط على اللون الأصفر ونقوم بتغييره. إذن هكذا كمثال، مثال بسيط. ثم نضغط هنا على accept بعد الانتهاء. نضغط customize channel حسنا سنعود لي. طبعا هنا ايضا اذا كنت تريد ان تقوم بتعديل كل واحد على حدة، الان هنا لدينا القناع. نتغير القناع اولا، مثلا هنا كيف نعدل هنا. نعم، تضغط هنا وتختار في احد هذه الالوان. تضغط على المكان، اختر احد هذه الالوان، ثم تضغط اكسبت. هكذا مثلا. بعد ذلك نضغط على نكس. داونلود سكسسفول. البطلة مباشرة. اذا فلنرى الان ما يتعلق به. فنقوم الآن بتعديل شخصية الرجل مثلا هنا. نضغط اوكي، ثم تختار هنا الطول، هذا هو الأطول. Select exabyte download type. Create a custom. Select a hero or villain morality. تختار هنا. اختار بعض الأبطال هنا. إذا كنت تريد أن تستلهم من لباسهم أو تنقل، يعني تقوم بالنقل منهم فقط. إذا كنت تريد يعني أن تنقل نفس الملابس أو شيء من هذا القبيل. بعدما تأخذ فكرة عن لباس تضغط هنا. Select a hero or villain morality. الشرير أو البطل. نضغط مثلا هنا الشرير. Select a personality to determine social behavior. ثم هنا مثلا اذا انا سوف ادعو على باوربوينت. Select a mentor as a guideline for data application. Select power group from available exabyte data to determine combat role. لو انا اختار القوه، هنا قوه طبيعيه. السيطرة، الثلج، قوة الثلج، قوة صد، هي صد انضربت،
غالبا يلعب كدفاع. اذا انا اذا كنت تريده ان يطير مثل سوبرمان او يجري فقط او يقفز او تريده تريد له سرعة الجري لزفوات له سرعة الجري select weapon specialties from available data تريد ان يقتله اكد بضرب بايدي او باستعمال الاسلحة الاشياء لنصادع له يضرب بهذا الشكل display exabyte download summary appearance options now available modify any category as desired accept download when ready ثم سكين مرة أخرى كي تختار اللون فيها أيضا بعض الأشياء يعني الألوان الغريبة مثل رجل الصخر ومختلف المخلوقات الفضائية الغريبة يمكنك أن تختار فيما بينها أيضا الروبوت السايبورغ نصف آلي ونصف إنسان ثم الزومبي المومياء ثم الشيطان ثم رجل التمساح رجل النمر رجل الأسد فوكس رجل الثعلب رجل الذئب البربريان يمكنك أن تختار نوع الجسم هنا أن غاضب تضع هذا الذي فيه يعني موشوم جسم موشوم فقط يعني الشعر أقوم بتعدين الشعر اختار أي نوع يعجبك دائما هناك خيارات أخرى بالأعلى أو بالأسفل واو الى الخيارات هذا مثلا هذا ثم نعود باك ثم نضع الكوستيم ثم الرأس لنضع له قناع نضع قناع لبطلنا بطن خوارق المطن خطير انتظر الدخول الى النافذة دعونا نختار اي نوع من الاقنعة فيه الكثير من الاقنعة الكثير من الانواع هناك هذا النوع كثير كثير من انواع الاقنعة الابطال ابطال الخارقين تختار اي نوع يعجبك هناك الكثير من الانواع وانواع واشكال يمكنك ايضا ان تترك بطنك بدون قناع اذا كنت تريد ذلك هذه يعني ليس بالضرورة ان تضع له قناع يمكنك ان تجعله شخصا عاديا بين كثير من الأقنعة أقوم بزين فن كثير من الأشكال هنا تغييرات أخرى كثير من الأبطال مختلفين منك دائما يعني تقوم بتنوع شخصيتك منك أن تضع له أيضا الجمجمة المخيفة إلى الاشتراك وإلى ظهرت في أحلامكم يا إلهي نعتذر على هذا
انزل لأسفل اختار اي نوع. بنوك ايضا دائما تفحص القناع هكذا. تختار البطل المناسب لك حسب ما تحب. هكذا مثلا أنا سوف نرى جميع هذه الأقنعة. إذن هذا هو القناع الأخير. سنضع له قناع. سأترك له هذا مثلا. لا سأترك هذا مثلا. ثم هنا لا أظن أن هذه الأشياء مهمة لكن تضع شيء. نعم ففي مثل هذه الحالة تظهر النظارة. إذن دعنا نختار شيء آخر. نظر هذا القناع. كثير من انواع يعني الاقنعة اخرى يعني كي تدمجها مع الاقنعة الاولى. وضع هذا مثلا ثم انبلين اتينا وهي قدير. اذا سوف اضع حرف الا قدير جيمر. سنضع حرف الا. يوجد حرف A. اوكي سنضع عليه علامة. اوكي هنا هنا علامة سنضع له علامة الجمجمة. اوكي اذا هنا نقوم بتغيير شكل اللباس. الان شكل اللباس يمكنك ان تضع يعني مثلا الجزء الاعلى لا ترتدي فيه اي شيء. وايضا يعني يمكنك ان تضع شخصيتك كما تريد كما تشاء الطريقة التي تعجبك. مثلا نضع هذا ثم ذاك هنا. هنا يمكنك ان تضع له ايضا اشياء التي سوف يرتديها. هكذا يمكنك دائما انظار شخصيتك. يعني تأثيرات موجودة بالوراء. صبع له هذه البطل بطل ذاهب للمدرسة. لا 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 ما قفزت. هذا له قفزتين عظيمتين. أنواع وأشكال من القفزات.
محافظ على وجهي. فزت ما لدينا الساقي لينكس. عليك أن تسرع في تعديل الشخصيات قبل انقطاع النت. إذا تأخرت كثيرا فسوف تنقطع النت وسوف تعيد التعديل مجددا. صادع تطرقه بهذا الشكل مثلا. ثم تضعه هنا. سأتركه بهذا الشكل. انظر يا هذا البطل. ثم نعود نختار الألوان الآن. الألوان كوستوم باليت. إذا سوف أقوم بتغيير اللون الأحمر أجعله اللون الأسود بهذا الشكل. وضع اللون الأزرق أكثر حتى اللون الأزرق مفتوح. أو مغلق هكذا. ثم لدينا هنا اللون الأسود سأضعه. واللون الأصفر سوف نحاول نغيره إلى أحد ألوان أخرى. إذن هكذا يبدو رائعا. نضغط أكسبت. أظن أنه يحتاج لمزيد من التعديل. سأضغط نيكست. داونلود سكسسفول. اضغط على وسميه سأسميه أجادير. أجادير سوبر هيرو. أجادير سوبر هيرو. فينيش. تضغط ستارت ذا جيم. Center of the multiverse. It will belong to Brainiac. I do not plan an invasion, rather an assimilation. I have identified key junctions in Earth's vast nexus of knowledge. These I will capture and digitize first. Of course, some non-essential information may be captured as well. This will be sorted and purged once the digitizing is complete. Earth's resistance does not concern me. There is no intellect strong enough, or power brutal enough to resist me. Soon, this planet and all it contains will be mine. Intriguing. There is an anomaly in Earth's atmosphere. Beginning analysis. These exobytes are my own technology, each one holding unknown stores of digitized.